ياسين السلام عليكم سي يوسف خويا، كي داير؟ بخير. هذه الكلمه كنا كنقولوا انا وعبد الله جبار على الله، والصديق ديالي والاخ ديالي دابا ما بقاش معنا، نتمنى من الله يرجع لينا وكيف خدام دابا الله يسهل عليه. حنا الجمهور الكريم يلاه كنا دابا في واد زم ضيافة الزم ياسين طريقي والاخ منير والاخ محسن، ودابا حاليا حنا دابا في الجعد ضيافة الزم محسن حمدي محسن حمدي. هما جوج محسنات، كاين محسن فواد الزم وهم محسن الحمدي. هذا بايا بالجعد راه استقبلنا وغنجيو عنده ونشرفوكم وغتشوفوا معنا ان شاء الله التبوره ديال بالجعد كي دايره. تبارك الله. مرحبا بكم. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم عند الناس بنزران، كنا واحد بالجعد كذلك السياسيين، مرحبا بكم، مشكور على الحضور ديال وعلى المساهمه القيمه ديالك في الفن والتراث ديال التبوريده. حنا اللعب ديالنا راه اللعب قيل كما تعرفوا كاع واحد ديال الزاويه وبنيدران حتى لبني ملال، ما تلعبوش اللعب الرفادي. غادي تشوفوا معنا ان شاء الله اللعب الثقيل بالتقاليد ديالو والتراث ديالو والاثار ديالو. وتنشكركم. شكرا مرحبا، تشرفنا بمعرفتك. مرحبا بكم خوتي، تفرجوا معنا شويه، شوفوا معنا. دابا حنا حاليا كنا في واد الزم، ودابا حنا حاليا كاينين في بالجعد، كاين تدريب صربات المقدم محسن محمدي. مرحبا بكم، كيقول لكم مرحبا بكم، تفرجوا معنا تشوفوا معنا شو الخيل. ونتمنى الله نتمنوا من الله يرجعوا ميسمات ويرجع كل شيء بخير وعلى خير، وترجع كل شيء بصحه وسلامه ان شاء الله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. تشوفوا معنا الخيول اللي كاينه، تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك خيرات ربي، تبارك الله، اللهم يسر. تحيه الناس بالجعد كلهم ازران تنيان، ماشي مشكل. ملي كتقول بالجعد راه بحال كتجبد المدينه كامله، ماشي مشكل. بحال تحيه للسي عبد الحي، الله يحفظك عبد الحي، الله يخطيك اخويا، تبارك الله عليك. وتحيه لك وتحيه ناس تيسا، تحيه لخويا عبد الله، الناس الله عمرها دارهم اطيب خلق الله. السي عبد الحي خويا، خويا ماشي صاحبي، انت راك خويا السي عبد الحي. شكرا. والحجله، الحجله راه ما جبتهاش اخويا، والله ما جبت الحجله بالله، جايب وحده اخرى. هاي ماشي الحجله هذه الدمغ. الله يحفظك السي عبد الحي، الله يطول عمرك. السي علال الهروي الاستاذ ديالي العزيز الغالي، انسان خلوق، واليوم جمعه وانا بالجعد، والله يرحم الوالد في هذا النهار ديال اليوم، الله يرحمه السي عبد السي علال الهروي، الله يرحمه في هذا النهار ديال اليوم يا ربي. وهو العود الدام راه كيشوف في الرحمه ديالو ان شاء الله، يا رب ترحموا في هذا النهار ديال اليوم. شكرا سي علال الهروي، شكرا سي يوسف، تبارك الله عليك. كي جاتك الاجواء دابا؟ انت راك باقي جديد دابا ياك، دابا انت باقي جديد ومشيتي معايا الجامع، دابا مشيتي معايا تفرجتي في الخايل وهادي، ودابا كنتي في واد الزام، ودابا انت بالجعد دابا ياك، والحمد لله. زيد هذا العود، انت خايف منه؟ لا لا، كيخاف من الخيل اخويا. سي عبد الحي اش بان لك هاد الدري سي عبد الحي؟ هذا راه الخليفة ديال السي عبد الله الجودار والاستاذ علال الهروي، دولي هذا ود عمتي، هذا راه ود عمتي، هذا الخليفة ديال على الله الجودار، وعلى الله راه بقات بلاصتو كبيرة ودخل التاريخ، الله عمر هذاك الدري. نتمنى من الله يسهل عليه الأمور، والله يسهل عليه ما صعب في الدنيا والآخرة. أنتوا تشوفوا معنا واحد برقيد، تبارك الله. أجي أخويا، أجي خويا أبو البرقيد، تعال. هذا البرقيد كان في الأربعة ديك الفيفت، دخل السوق ياك هذا، هذو اللي عطاوك فيه السوا ياك السونس، ما بغيتيش تبيعها باش تضحك عليهم وتجي، ما باغيش تبيع باش تبيع لهم العود وتقول لهم شوف شحال غيعطيوك فيه وتجيبي. جاتنا الاخبار ديالو انا دخل السوق وعطاوك السوا ونص، وقلت لهم انا ما باغيش نبيع، عطاو سبعه في الدار، وقالوا لي تديتي عاد تفرج فيه وتشوف السوق كيدير، بحال ديتي معاك يشوف الخيل يتنشوى وصافي. الله يصلح اخويا، الله يصلح، الله يصلح، شكرا. ومعنا مرحبا بكم، شو الوليدات الصغار تبارك الله، هما مبليين بالخيل. اجيو انتوما، عزاز عليكم الخيل؟ باش تعزاز عليكم خدوه معايا. واه الله، قولوا ملعوبه ملعوبه معلم. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم اخوتي، وقبلوا علينا حنا كنفرجوكم. حنا دابا كنا في واد الزم وحنا دابا في بالجعد، شوفوا معنا التدارب والبحر، كاين البارود ولاد حدو، واليوم كاين البارود ثاني في ولاد حدو، ونتمنى من الله بحال ما كانت هاد الصربات بحال ما كيعطيهم البارود تما ويبقاو تما يقصروا ويلعبوا. شي لا بوعبد الشرقي اخويا علال الهروي، الله يحفظك والله يرحم المرحوم في هذا النهار ديال اليوم.
راك عزيز وغريب بزاف استاذ والله. وتبارك الله عليكم دابا كما كتشوفوا بحال هاد التيفات الناس كيطلقوا لهم بحال ما كيخرجوا هاد السيمانه يقصروا مشاكل تمام ما كرهوش ما يعطي واحد شويه البارود رشان شويه البارود هاي تفرجوها شويه ويقصروا وينشطوا مع راسهم ويمشوا بخير ياك اخويا ما كرهتوش دابا البارود واخا البارح سمعتوا البارود في ولاد حدو هذه فرحت وياك قلت ان شاء الله ما كرهناش حنا يعطيونا البارود حيت ما واحد حيت ما كاينينش المواسم دابا والله ما بحال ما كيخرجوا يعطيكم شويه ان شاء الله نهار يطلقوا المواسم مرحبا شكرا خويا اسم كريم اخويا زريج عبد الغني زريج عبد الغني اللي كيعرفوا يتصل بنا بالرقم 06 26 21 50 ها هو معنا مسكين هنا مقصر معنا اليوم اليوم وغدا شكرا ان شاء الله الشيخ ديالنا دو انتما سناحات لا ولا تبارك الله شوف سناحات العظام العميري اللي يديك اللي يخليك ها شي بحال داك العظام اللي دابا كتركب عليه بحال راك فوق عماريه انت والله ما كاين عظام عميري هذا يديك حتى الامارات والله القاسم بالله شوف العظومه اللي ولاو دابا يا كتشوفوا العظومه اللي ولاو دابا كتسحب راسك راكبه في عماريه بحال عندك العرس شوف العظام اللي هادي دابا ديال دابا شوف كي داير القديم شوف القديم شوف الركوب القديمه الناس كي دايرين تبارك الله والله يسر الامور ومرحبا بكم والله ينصر سيدنا جلاله الملك محمد السادس نصر الله ومولاي الحسن ومولاي رشيد والاسره العلويه وشهية الشريف مولاي عبد العلوي رئيس الجامعة الملكية وهاد البنية هادي بارك الله عليها اللهم بارك اللهم لك الحمد اللهم يسر ولا تعسر الوليدات الساكن تابعين ياك شو الوليدات تبارك الله قول لهم ملعوبة ملعوبة مرحبا بكم اخوتي قبلوا علينا واليوم الجمعة وجمعة مباركة للجميع ان شاء الله الله يسر الامور اي واحد في الدنيا تبارك الله اللهم بارك الله يسر الامور هانتوما تشوفوا ها العظام اللي قلت لكم عليه شو ها هو هذا ركوب ديال الناس القدامى شو استرجع الدو كي دار تبارك الله ما كاين لا عظام عميري لا والو ها هو ما كاين لا عظام عميري لا والو ركوب ديال الناس القدام سناح زوين ماشي بحال دوك العظام اللي ولاو دابا بحال راكب على عماريه بحال عندك عرس تقدر تطيح حتى من فوق العماريه دابا ها هو شوف شو السناح كيدير مسكين شوف شوف هانت ما كاين لا قعاده اللي يديك اللي يخليك هانت منو الارض مسكين الله يحفظه ويحفظ مولاه تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير وتبارك الله عليكم وما تشوفش بعيد ملعوبه ملعوبه يا الله تبارك الله عليكم